نحكيو اليوم على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، خطابه الأخير قال فما خونة في البرلمان، شنو رأيك اليوم؟ يقول يعني فما شكون خان الأمانة في المجلس، صحيح مش صحيح؟ هو أدرى مادام هو تكلم اللي كونه ثم خونة يعني يعرف هو شكون الخونة، يعرفهم بالذات، خاطر يعني طب بالنسبة لي أنا كمواطن معناها ما نعلم حد شيء، هما في المجلس غادي يعرف شكون الخونة شكون كذا شكون كذا، يعرفوا بعضهم. هيا كاو فما ولا في رأيي أنا موجود من أول ما من أيامات بورقيبة، مش من توا الخونة موجودة، من أيامات بورقيبة هما يعرفوا، تبقينا احنا كمواطنين نخدموا ونروحوا، ما عندناش معناها ما نعلموش شنو اللي يصير في البرلمان كيفاه كذا كذا، وقتاش نعرفوا كي نحسوا بالضيق نتاع القفة نتاعنا، وقت نقولوا شبيه مثلا علاش كيما المرة هذيا نحونا مش شهرين باش يعاونوا كورونا. انت كي تجي تحسب انت نحيلك مثلا، في انا واحد من الناس نخدم موظف ينحوا لي 50,000 ولا 40,000، وفهمتني واحسب قداش من موظف من مليون ونص ولا قداش من موظف، فهمتني في الاخر يدفعوه يعاونوا باش شنو اللي هما شنو اللي دفعوا من جوبه مثلا المرة هذيا على كورونا، شنو اللي خسروا هم؟ ما خسروا حد شيء، ال 200,000 اللي عطاوها نحونا اللي نحن عاونوا بها المواطنين، شنو انا ما فهمتش شنو اللي خسروا منها توا. يعني الشعب التونسي هو اللي وقف مع اخوه التونس، يعني الدوله التونسيه ما حاجه معروفه عملش حاجه معروفه بالطبيعه، احنا عاوننا بعضنا، الشعب هو اللي عاون بعض، نحوا لي مثلا 40 ولا 50 دينار النهار اللي نحوه لي عاونوا بها من الناس الاخرى، نحكي على بالموظفين الكل، شنو هما شنو اللي عاونوا؟ احنا ما شفنا حد شيء. برلمان كله خونه، هذه حاجه معروفه من غير ما يحكيها قيس سعيد معروف. يعني اليوم في البرلمان فما خونه هكا؟ فما خونه صحيح. صحيح كلامه صحيح الرئيس. البرلمان كله خونه ذاك. فما حتى واحد ما رينا شيء. شيء ما رينا وشيء مفهوم من البلاد. اللي طاحوا بينا كلهم اللطف يا لطيف، والله يا لطيف. نورمالمون حقهم يخافوا ربي. والله العظيم والله البلاد خلوه وجلوه. كيفاش لازم يتصرفوا معاهم ونتصرفوا معاهم الخونه هذه؟ قص الراس تنشف العلوق، كل شيء يعملوا كيما تزير. قص خويا قص اللي عمل لي يخلص. حمسين خان البلاد انا با علاش مخليه يقصوا؟ نحيي جمله كي السجره كي العرف ماتوا السجره قصوا طيش بشر هكاك. علاه باش يخون البلاد وهذيا باش يخونها هو. تو اول باش يخون يخون روحه هو ساق قبل ما يخون البلاد ويخون روحه. وقصوا نحيي نهائي. عليه العباد فما ناس زواولة في تونس، فما ناس تحت الصفر، فما عباد تحت الصفر يقعدوا فيهم وباش نعطيوكم وباش نعطيوكم حجر صحي، الناس تاكل في التراب، والله فما ناس إلا عندها شقال البطل ولا عندها ما تاكل، والله فما عباد تبكي ياخو بدينار، والله فما عباد تاخو بدينار، يدخل ياخولك بدينار، يقول له اعطيني دينار الدجاج ولا دينار حم مفروم ديجا عداوهم 50 سيكونس. والدولة طاولة فقت. ايوا البرلمان ديما مخلوط وديما فيه المشاكل وديما فيه العرك. أنا واحد من الناس قعدت كي نتفرج هكا ساعات في التلفزة شوف الأحزاب هكا تبدا داخلة بعضها واحد نبدا باهت. والله صدقني. فما خونة اليوم في المجلس؟ والله باش يقول لك شكون باش يقول لك أنا مجرم؟ شكون باش يقول لك؟ يعرف روحه هو يمشي يقول لك لي أنا راني هكا وهكا. هما يعرفوا بعضهم من الفوق للوت، يعرف شكون هذاك البيت شكون خايف كيما انت لو تعرف هذاك صديقك مخلص ولا مش مخلص، تعرف هذا بارك الله، كلهم خاخر كلهم قاريين كلهم واعيين كلهم يعرف شو. في رايك كيفاش لازم يتم التعامل مع الخونه اللي في البرلمان؟ كيفاش لازم يتعاملوا معاه؟ لازم يجبدهم بالواحد بالواحد، مثلا هذا يشوف كلامه وهذاك يشوف كلامه، ومن بعد يغرب لهم يشوف هذا ايش قال وهذاك ايش قال، واللي صالح هو اللي ممكن هو اللي يجيبوا حتى تو في بعضهم هكا ما يجيبش يشدهم هكا، هذا يقول وهذا يقول وهذا يطلع وهذا يهبط، ما يجيبش باش يحصلهم وهم يعرفوا بعض تو في العمر هذا قريب 60 سنه ولا اكثر. الشيء هذا اللي شفته من بعد من عليه تو مش في عهد بورقيبة، عهد بورقيبة بس الأمة ما راهوش بالكل، توا في العصر الجديد هذايا نقولوا نحن شوف كان الضرب وشوف واحد يضربه بشلاكة أو الآخر. كلام الرئيس ما نحكمش عليه، هو مادام يتكلم كاكا وشنو هو دورك مالا تحكي كاكا مادامك في بالك كل شيء وما تحبس كل شيء، وشنو هو دورك مالا؟
المفروض ما يخرجش ما يتكلمش. ماك عارف ثم حاجه، ثم خونه، حاول كيفاش تنظف، حاول كيفاش تتبدل. اما كل مره تخرج تخرج كاكا، تخرج تخرج كاكا تصريح ما غير ما عندوش حتى فايده. تو الشعب التونسي اعطى الثقه للبرلمان، البرلمان يكون في المستوى، يلزموا يعطوا. هما مش في المستوى في الوقت الحالي، يلزمهم يستروا رواحهم، يلزمهم يصلحوا غلطات. كان ثم غلطات باترون يصلحوا غلطات، خاطر الشعب التونسي في مضى، هما نوابنا وحنا عطينا الثقه، كي هما يخلوا الامانه اش مازال سكي فيه، ما عادش عندنا ثقه احنا في البرلمان. في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث وقال فما خونة في البرلمان، رأيك في الكلمات؟ ما تجمش تحكم هكاك، لا لازم مذلة، مش معناها مش تحكم على عابد، ما تجمش تحكم عليه طول هكاك، لازم تشوف حاجات شنو هما عملوا من بعد تقيمهم ومن بعد تحكم. ولا تجمش أي واحد هكاك يولي يتهم في أي عابد يقول راه خونة ولا هكاك. يقول لك يعني فما شكون خان الأمان؟ لازم عنده دليل، مش حكاية هكاك، لازم عنده دليل. ما عندوش حتى دراية، ما عندوش دليل هكا؟ ما عندي حتى فكرة أنا، ما عنديش حتى. وانت من منبرك انت في رايك فما خونه في البرلمان ولا لا؟ فما في اي بلاصه ديما تلقى، ديما فما شكون تلقى كالعنصر اللي يبدا عنصر ماهوش فعال، ماهوش قادر يقوم بالدور نتاعو، ديما تلقى كالعنصر الخايب. فهمت؟ اي بلاصه في اي دوله ديما تلقى الفساد في اي بلاصه. يخدموا في سبيل الوطن وفي مصلحه تونس. خاطر كان مش هما الدنيا راهي كلات بعضها وراهي خاضت وراهي صارت برشا. الامن يخدم يرحم والديه، المجلس النواب يخدم، قيس سعيد زاده ربي يبارك له ويرحم والديه زاده. ولا راهي كلات بعضها خاصه في كورونا بالرسمي والله، ولا راهي كلات بعضها مع الناس محتاجه، والناس شيخ وفي شطار شهريه والناس ظروفها صعيبه، معناتها اللي وقفوا وعطاوا وعاونوا للزوال وعاونوا القلاله ويرحموا والديهم بصراحه. الرئيس مطلع اكثر على الحكايه هذه، هو يعرف، هو الادرى اكثر. صحيح تو معناها كي هو حكى لك هكا مطلع اكثر على النواب اكثر مننا نحن. صحيح احنا كل حد كيفاش عنده حكايته، اما هو ادرى بالامور. كيفاش لازم نتصرفوا مع الخونة اللي حكى عليهم ساعة الرئيس قيس سعيد؟ إذا كان كل تحب تعرف كيفاش باش نتصرفوا، هو نورمال مورا وفيه حكاية كبيرة، تحب في الوقت الحاضر صعيب. أنا نشوف حسب رأي، حسب النظر، وفي تكون شوية صبر، لكن النواب فيه ريما ماهيش حكاية بالسهلة. راه الجمهورية البارح قال فما بعض النواب خانوا الأمانة، شنو رأيك فما خونة اليوم؟ والله ما نفهمش في السياسة جملة أخويا، ومعايا متابعهم جملة حتى التلفزة. الموضوع هذا اللي تحكي لي فيه أنا ما في طاو سمعته منك أنت. البرلمانيين ماكش تتبع في أشغالهم وخدمتهم؟ جملة ما نتبع في حتى. يقول عليهم قيس سعيد يقول فيهم خونة، كيفاش تفسر؟ أنا بيدي ما نعرفهمش باش نجي معاه هو ولا معاهم هم، أنا ما نعرفهمش بيدي، فهمتني؟ ما يعنوكش؟ مش ما يعنيونيش، اما معناها ما هو الجو جمله سياسه ودوما الحكايه هذه. فهمت؟ الخونه في البرلمان وموجود السرق في تونس وموجود في كل شيء، كل شيء موجود في البرلمان. والحل الوحيد الشعب التونسي ماذا به يتحل البرلمان، هذيك هي مشكله تونس توا. المشكله مشكله تونس الكبيره هي البرلمان بتاع تونس. المساكن والفلوس الاموال بتاع تونس وال كل شيء موجود غاديك، وهم قاعدين يتحكموا في البلاد كامله، واحنا انتخب الشعب انتخبهم وهم ما كانوش في مستوى. وهذا علاش حتى الشعب باش يدور عليها ماهوش باش يبقاو راهو. مصر النواب بالذات راهو هو المشكله فيه. يعني الكل تعتبرهم انت تضمهم الكل في سله واحده؟ لا مش الكل، ثم ناس نظاف ثم ناس شرفاء، اما الاغلبيه نتاعهم فيهم الفساد. الاغلبيه نتاعهم فيها الفساد. والاغلبيه نعرفهم انا نعرفهم، ثم شكون اللي نعرفه اللي هو فاز 200%. وموجودين راهو تو السلاع ويحكوا على السلاع، هما يدخلوا فيها، هما اللي يهربوا بالفلوس، هما يعملوا في كل شيء تو. لو كان تبعد مجلس النواب يبعدوا يحلوا مجلس النواب في تونس، الاكثريه تكون تونس بخير وكاو.